السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام باستعراض سريع للمؤشرات، ونتابع أولا من القاهرة حيث يرتفع المؤشر ب20% بواقع 36 نقطة. في الأردن انخفاض بنصف نقطة مئوية، في الدار البيضاء انخفاض ب13%. في الأسواق الخليجية السعودية تراجع ب14%، قطر ارتفاع ب20%، وأبو ظبي أنهت في المنطقة الخضراء ب13%. دبي هي الأخرى في المنطقة الخضراء، حلقت بأكثر من 1%، وأيضا البحرين ب21%. وفي الكويت ارتفاعات في السوق الأول بنسبة 21%، 0.04% في الرئيس، والعام 19% في المنطقة الخضراء مع نهاية تداولات اليوم. مزيد من التفاصيل في العرض التالي.
في حب الوطن بدأت حكايتنا من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يداً بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح، دلالة القابضة الثقة والابتكار. We'll be right back.
مع ارتفاع معدل البطالة لتبلغ 11.7%، ليقترب عدد العاطلين في الجزائر من 1.5 مليون شخص، ومع تصاعد الغلاء مع قرار البنك المركزي تعويم الدينار منذ مطلع 2019 وخطة إلغاء الدعم تدريجيا بداية عام 2020، يقف المواطن بين إرث بوتفليقة الاقتصادي الثقيل وتطلعات مستقبل ما بعد رحيل نظام ظل في سدة الحكم لنحو 20 عاما. المزيد حول الاقتصاد الجزائري في العرض التالي. وللتعليق ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الجزائرية الخبير الاقتصادي الأستاذ نبيل جمعة. أهلا بك سيد نبيل. بداية، كيف تقيمون المرحلة الحالية اقتصاديا؟ سيد نبيل، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم. طيب، سألتك عن تقييمك للمرحلة الحالية اقتصاديا. بالنسبة للمرحلة الاقتصادية في الجزائر، لا يخفى على أحد أن منذ الحراك في 22 فبراير الماضي، بعد ذهاب الحكومة وحل الحكومة، نرى أن ليس هنالك حكومة منذ 36 يوم. لهذا أصبح الاقتصاد الجزائري في خطر. لماذا؟ لأن ليس هنالك مؤسسات. حتى الأمس باش الوزير الأول المنتدب شكل حكومة، وقعدنا 36 يوم بدون حكومة، وهذا ما أثر في الاقتصاد الجزائري، خاصة مع المؤسسات الدولية العالمية، خاصة البنك العالمي. ولاحظنا في الأيام الماضية أن وكالة موديز نقصت من الائتمان الجزائري وزادت من المخاطر. لهذا اليوم يجب بعد مرحلة ذهاب بوتفليقة يجب تغيير الحكومة وتنصيب حكومة
طبقا للدستور المادة 87. طيب. لأن الحكومة المشكلة أمس ليست حكومة يقبلها الشعب، لهذا الاقتصاد الجزائري النهضة ب 36 يوم تعرض للتجميد، وهذا طيب. خطر على الاقتصاد الجزائري. سيد نبيل، سيد نبيل، السلطات فتحت تحقيقات بخصوص حول شبهات نهب المال العام واستغلال النفوذ وتحويل أموال الخارج، وأيضا هذه التحقيقات تشمل عائلات رجال الأعمال وممتلكاتهم داخل وخارج البلاد، كيف تنظر إلى هذا الأمر تحديدا في هذه المرحلة الحساسة؟ بالنسبة لهذا الأمر الخاص بالنائب العام في التحقيقات، الآن التحقيقات فتحت لكن ليست كلها، رانا في البداية، اليوم تبدأ التحقيقات، راح لأن راح النائب العام لمحكمة سيدي محمد بدأ يبعث كما أقول لك الأجوبة لبعض الأشخاص، لكن القائمة طويلة جدا لأن المجموعة اللي كانت في العصابة كبيرة جدا واستحوذت على كل المؤسسات العمومية وعلى كل إطارات الدولة، سواء في البنك المركزي وسواء في البنوك التجارية، وهي اللي كانت تتنصب رؤساء المديرين العامين، محافظ بنك الجزائر اللي أصبح اليوم وزير المالية، وهذا المحافظ هو اللي مد القروض كي كان في بنك تجاري بنك الخارجي، مد لهذه الأشخاص قروض كبيرة بدون ضمانات، لهذا راح تكون هنالك قائمة كبيرة جدا بالنسبة للنائب العام باش يستدعيهم. طيب. في الأيام المقبلة. فيما يتعلق بحجم الفساد وفقا لإحدى الجمعيات وهي الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد وهي مستقلة، فإن حجم الفساد منذ عام 2000 وحتى الآن فاق 60 مليار دولار، ما هو المتوقع في هذه الأوقات، محاسبة أم مزيد من الفساد؟ بالنسبة لهذه الأوقات ستفتح ملفات الفساد من طرف النائب العام، ولا يخفى على كل أحد أن بعد شكلت لجنة مختصة من طرف العدالة الجزائرية لمكافحة الفساد، لكن ممكن في الأيام المقبلة ستكون لجنة جديدة مستقلة، لأن اللجنة التي كونت كانت تابعة للنظام، ولاحظنا بأن رغم كان قوانين موجودة تبييض الأموال وتسويد الأموال واستعمال النفوذ، كان هنالك مؤسسات لكن كانت غير مجمدة وغير مفعلة، لماذا؟ لأن رؤوس المسؤولين نصبهم هذا النظام الفاسد، لهذا اليوم راح الحراك الشعبي راح ينصب مجموعة وجمعيات تابعة مؤسسات عمومية وطنية من الحراك، هي اللي راح تتبع هذه القضايا، لأن القضايا موجودة وكانت مجمدة، اليوم هذه القضايا ستخرج من الأدراج المخبئة، لماذا؟ لأنهم نفس المسؤولين تاع هذه المؤسسات لمحاربة الفساد ولجنة المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كل المسؤولين كانوا منصبين من هذه العصابة، لهذا رأينا بعشرين سنة ولا قضية طلعت في طيب. لهذا اليوم راح نواجه ملفات جديدة وهي كبيرة. طيب. ما هي تطلعات كخطير في العمليات المالية والمصرفية؟ طيب دعني أسألك سيد نبيل، سيد نبيل دعني أسألك، وزير العدل لهذا راح تخرج ملفات كبيرة في الميدان، لأن هنالك العديد من الملفات، حتى المستشار والمبعوث تاع البنك العالمي عندما أتى إلى الجزائر في 2011 كان صرح باللي 30% من التحويلات تاع 1000 مليار 30% منها حولت
بصفة غير شرعية وغير قانونية بالقوانين. سيد نبيل هل تسمعني؟ هنالك نظام بنك المركزي نظام 0701 يتكلم على تحويل الأموال بصفة شرعية، لكن احنا لاحظنا هذه العصابة خرجت نظام قانوني باش المستثمرين الجزائريين يقدروا يحولوا الأموال من الجزائر إلى الخارج في 2014. اليوم لازم هذا النظام وهذه القوانين كما قلت تنحى من القوانين الجزائرية من أجل تفادي هذه الغلطات الاستراتيجية في الاقتصاد. شكرا لك الأستاذ نبيل جمعة الخبير الاقتصادي عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية، شكرا جزيلا لك. بعد عام من انطلاق مسيرات العودة، كبد هذا الحراك الشعبي الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة من خلال وسائل النضال الشعبي ورد المقاومة الفلسطينية على تجاوزات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة. المزيد في العرض التالي. نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام بأننا نبث هذه التغطية على الهواء مباشرة عبر صفحة البورصة على فيسبوك، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الاستثمار في البورصة وكافة الأمور الاقتصادية. شاركونا بآرائكم. مع ذكرى مسيرات العودة، الفلسطينيون يكبدون الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية فادحة رغم الحصار. نبدأ بالحاسة السادسة، تقول أو يقول: شعب عظيم رغم الحصار والفقر وتكالب الأمم، عليكم أنتم الأمل الذي يبعث في نفوسنا النصر والعزة. Public opinion لا يضيع أو لا يضيع حق وراءه مطالب. ياسمين الأحمدي: نعم، لأن الله عز وجل قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لابد من زوال اليهود بعد علوهم الثاني على أيدي عباد الله، نحسبهم كذلك عند الله والله حسيبهم. رجب النقيب: بعد عام على مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، لا يزال شعبنا العظيم يسطر أروع معاني التضحية والفداء، وأوقن أن الحقوق لا توهب بل تنتزع انتزاعا، أما فيها أناس كأهل غزة لن تهزم. أشكركم متابعينا على الفيسبوك، شكرا وصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، لقاءنا يتجدد في الغد بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.